كرم الفريق الأول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمقر وزارة الدفاع الفريق الوطني العسكري السينوتقني التابع لقيادة الدرك الوطني عقب مشاركته المشرفة في تمرين الصديق الوفي الذي جرت فعاليته بأوزبكستان من 15 إلى 27 أوت الماضي في إطار الألعاب العسكرية الدولية المنظمة سنوياً بفيدرالية روسيا، وهذا حسب بيان